دارت مناظرة، سي بالعباس بن كيدر رئيس مؤسسة دارت مناظرة باش حد منا فلسفة المشروع بصفة عامة، التجارب الأخرى، وإحنا خاصة معناها مستحقين نعرفوا أكثر معلومات في الجانب هذا، كيفاش جاتكم الفكرة من الأول وهل بنيتوا على تجارب أخرى؟ هذا كل باش تذكروا تقريبا في المداخلة نتاعك بما أنه هي الأولى في تونس إن شاء الله هذه المناظرة. بارك الله فيك ويعيشك. باش نجرب نحكي معاكم بالتونسي، اصبروا معايا شوي انه جديد على اللغه التونسيه. نحب نشكر اولا الهيكا واليزي ومؤسسه الاذاعه التلفزه الوطنيه ونقابه اصحاب التلفزات والاذاعات الخاصه على عزمهم في انجاح الحدث التاريخي هذا. المناظرات الانتخابيه مهمه برشا للديمقراطيه، خاصه وان تونس ورات عن جداره إنها الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي لحد الآن. الهدف المناظرات الرئاسية والتشريعية هو إنه الناخب ينجم يتعرف على المترشحين وعلى برامجهم السياسية وينجم يقارن بيناتهم باش يعرف شكون باش يختار. كيف خممنا السنين التالي في المشروع هذا، الناس الكل قالوا لنا مستحيل. أما أنا فرحان برشا اللي إحنا اليوم هنا ونحقوا مع بعضنا المستحيل. المستحيل ما نجم حتى حد يطبقه وحده. هذيك علاش احنا فخورين برشا اللي توحدنا كاعلام عمومي واعلام خاص وكمجتمع مدني لانجاح التجربه هذه. كي نقولوا تونس تصنع تاريخ مره اخرى، يعني احنا نامنوا انه الاجيال الجايه بعد 40 او 50 سنه باش يتذكروا انه تونس كانت اول بلد عربيه اللي نظمت مناظرات انتخابيه. باش نحكيوا لاولادنا واولاد اولادنا. نحكيوا لهم كيفاش التلافز والاذاعات العموميه والخاصه توحدوا من اجل المصلحه الوطنيه. اليوم الاعلام التونسي باش يقوم ببث حي ومشترك لمناظرات الانتخابيه وهو ياسس الفضاء العام صحي ومتماسك. الانتخابات الحرة هي أساس الديمقراطية، لكن فقط الفضاء العام الصحي والمتماسك هو اللي يبعث فيها الحياة. عندي زيادة خبر مزيان، خبر مزيان ياسر نحب نعلن عليه، هو أن جامعة ييل الأمريكية واللي هي من أكثر الجامعات المعروفة في العالم بشراكة مع مبادرة مناظرة باش تقوم بدراسة أكاديمية. الدراسة هدية باش تكون حول نوعية الخطاب السياسي في المناظرات الانتخابية في تونس، وهي أول دراسة في العالم تنجز في هذا المجال. احنا نسمع ديما على تصدير الأفكار والابتكار من الشمال إلى الجنوب، احنا اليوم نطمحوا ان نغيروا الفكرة هذه وتصدير الافكار والمبادرات يكون من الجنوب الى بقيه العالم. احنا متاكدين انه قادرين باش نحققوا هذا اذا توحدنا. وكما تقولوا انتم في تونس المستحيل ماهوش تونسي. يعيشكم. ميرسي.